كما لا يخفى عليكم أنه هذا الملف شائك، والتهمة مع الأسف الموجهة إليه تهمة ثقيلة، والجريمة المرتكبة كما قلت في أثناء مرافعتي هي جريمة بشعة تهتز لها الأركان، وليس من السهل بمكان، هذا الشيء اللي قلت في الجلسة، ليس من السهل بمكان أنه تأتي فتاة أو امرأة أو أي شخص ويتهم شخص بهذه الجريمة ديال الاغتصاب أو ديال الاتجار في البشر أو كل ما له علاقة، لأنه كما كتعرفوا الناس كتعرض لهذه الجرائم وتستحي وتخاف وتخشى من أنها تصرح بها. نعم موكلتي لا داعي باش نسميها كانت لديها الجرأة وكانت لديها الشجاعة باش تبين الوجه الحقيقي ديال توفيق بو 20، لأنه كما قلت كيظهر بمظهر آخر وكما جاء على لساني بالضبط شتان بين المستنقعات النجسة والماء إلى عذب الذلال، أي شتان بين توفيق بو 20 الصحفي، توفيق بو 20 المفكر، توفيق بو 20 الكاتب، توفيق بو 20 الإنسان، وما بين ممارسة توفيق بو 20 التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقول أحد في يوم من سواء من خلال المرافعة أو من خلال الدفاع عليه بأنه ما ارتكبش هذه الأفعال، لأنه ما يمكنش واحد الإنسان يجي يتهم لا توفيق بو 20 لا غيره بهذا النوع. يمكن لك تقول لواحد راك دفعتني، راك ضربتني، راك تعديتي عليا، راك سرقتني، ولكن انه يتمس بشرفه ويتمس في العرض ديالو وينشر هذه الاتهامات اللي ولا كل واحد من في ربوع المملكه من طنجه الى القويره كيعرف بانه المدير ديال جريده اخبار اليوم راه عرض واحد المجموعه ديال النساء للمجموعه ديال الممارسات اللي هي مجرمه وغير مقبوله ومنبوذه. هذا هو النفسيه ديال الموكله. شوف كيف ما كان الحال، هي انا كنحييها من هذا المنبر وكنقول لها واشد على ايديها بحراره، وكنقول لها هنيئا لك انك تسلحتي وكنتي قاده تواجهيه وتطرحيه هذا المشكل، لانه الا سكتت هي وسكتوا باقي الاخرين راه كنشجعوا هذه الجريمه. راه كاينين رجال كيتعرضوا للاغتصاب ولكن ما كيقدوش يقولوها، ما كيرضاوش، كاينين فتيات كيتعرضوا للاغتصاب ما كيقدوش، كيخافوا من رد الفعل ديال المجتمع، لانه الاكثريه دابا حنا كنقولوا له ودي راك درتي لقد اتيت فعلا لم ياته احد، ما كيتيقوش بينا المحامين ديالو كيقول لك لا ارى الحجه ارى البرهان. يا ودي واش هاد السيده غادي تبدا تصوره وهو كيغتصبها؟ واش هاد السيده غادي تعيط للشهود اجي شوفوا هاد السيد راه كيغتصبني؟ راه يكفي، ليس من السهل باش تقول لك اودي راه هاد السيد ها كيفاش استدرجني وها كيفاش اعتدى عليا وها كيفاش مارس عليا العنف وها كيفاش اغتصبني ضدا عليا. لو انه لم يكن الامر كذلك ما كان هذا الملف هنا، لو كان كانت هناك الرضائيه وكان ما غاديش يكون هذا الملف هنا، كون شانها شان يمكن تكيف فساد يمكن ما شاف احد، واحد العدد ديال الجرائم اللي كتوقع على ارض الواقع ولكن ما كتوصلش لدهاليز المحاكم، ما كتوصلش للمخافر ديال الشرطه القضائيه. هذه السيده نظرا للنضج اللي عندها ونظرا لان كاين واحد الضمير اللي انبها قالت لا ما يمكنش نسكت على هذا الشيء وانا مستعده نتحمل الضربات، وفعلا كتحمل الضربات سواء من طرف الدفاع ديالو اللي مع الاسف كل مره كينظر لهذوك الضحايا واحد النظره ديال وكانهم مجرمات. علاش؟ لانه مع الاسف كشفوا واحد الحقيقه، كشفوا بو 20 على الحقيقه ديالو، وهذا الشيء اللي قلت له ودي انا قريتي معايا كنعرفك، ولكن شتا انا ما بين بو 20 اللي قرا معنا في الكليه وما بين بو 20 الامبراطور اللي دار الفلوس، اللي كان في الكليه كيعرف غير الحرف والقرايه ولكن دابا دار الفلوس عاد بنت له الدنيا عاد بان له يجلس عاد بان له مع الاسف. وهذا ماشي حاجه غريبه، هذا الشيء كان واحد العداد ديال الناس اللي حتى كيديروا الفلوس عاد كتجيهم ديك المراهقه المتاخره، حتى هو جاتو هذه المراهقه المتاخره. انا مأكد انه الضرر اللي تعرضت له الموكله ديالي لا يمكن نجبره باي شكل من الاشكال ولا يمكن نجبره ماديا يستحيل، ولكن على الاقل انه ما يمكن لناش نطلبوا له درهم رمزي. خص هذا السيد هذا الامبراطور اللي احضر المال ولا هذا المال خلاه مع الاسف كيستعرض عضلاته على عده فتيات الذين اللي ما عندهم حتى شي مع الاسف شي قوه وقعوا تحت الرحمه ديالو، انه خصو يتادب وخص المحكمه بطبيعه الحال تستجب للطلب ديالنا وتحكم عليه بواحد جوج ديال المليون درهم. وقلت لا يمكن ان تجبر ولو جزء بسيط من الاضرار النفسيه التي لا تعد ولا تحصى في هذه النازله.